الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الخبير، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك على كل شيء قدير. رح نحكي في هاي المحاضرة عن بعض أنواع الديرماتولوجيكال ديزيزز، ورح نحكي عن سبع أمراض بالذات يعني كعدد في هاي المحاضرة. المرض الأول اسمه إكتوديرمال ديسبليزيا، and as the name indicate يعني إنه في مشكلة في الإكتوديرمال ايش الاكتوديرمال اورجانس. تمام، يعني خلينا نتذكر حكينا زمان انه الجسم بدايه بتكون من الحيوان المنوي، بتكون من الخليه بيضيه ثانويه، بيعملوا لي زايغوت والى اخره، لحد ما نوصل لمرحله بتكون فيها ثلاث طبقات، كانوا هم عباره عن الاكتوديرم، وكانوا ايضا اللي هو الثاني اللي هي الميزوديرم، والثالث اللي هي الاكتوديرم. وحكينا هاي الطبقات تمام بتصير لها تمايزات، وكل طبقة بتطلع لي شوي من أعضاء الجسم حتى يصير عندي بالنهاية جسم متكامل. تمام، فلما إحنا نحكي إكتوديرمال ديسبليزيا يعني اختلالات في الأعضاء اللي originated from إكتوديرمال layer. تمام، so it is a group of inherited conditions in which two or more ectodermal ectoderm derived anatomic structures fail to develop. اوكي، يعني هو عباره عن انه عضوين او اكثر طلعت من الاكتوديرم صار فيهم فشل في التكوين. الان هذا الفشل في التكوين اوكي ممكن يكون هايبوبليزيا او ايبليزيا. لما نحكي هايبوبليزيا يعني والله العضو موجود مثلا تمام لكن اصغر بالحجم، او لو نحكي مثلا هايبوبليزيا للغدد اللعابيه معناها عددها اقل. تمام، طيب بالنسبه الشيء الثاني اللي هو الايبليزيا، اي معناها without او بدون، وبليزيا اللي هو تشو او خلايا. تمام، يعني باختصار بتكون هون يعني التشو اللي صاير له ايبليزيا اصلا مش موجود في الجسم. تمام، زي لما احكي عن مريض عنده انادونتشيا مثلا، يعني ما في بتم واسنان مثلا، فيعني هذا عنده ايبليزيا اوف هيز تيشو. تمام، يعني من الامثله الجلد، الشعر، الاظافر، الاسنان، والغدد العرقيه. بحكي لي almost 200 different subtypes and several genetic patterns. طيب اذا هم عباره عن اكثر من 200 او تقريبا 200 يعني نوع مختلف من هاي الامراض، وكل مرض او يعني كل جروب من هاي الامراض لها نمط وراثي محدد، نحكي عنهن واحد واحد. ممكن النمط الوراثي يكون autosomal dominant. شو يعني autosomal dominant؟ autosomal dominant يعني انه هون جين المرض هو الجين السائد، جين المرض هو الجين السائد. يعني احنا حكينا انه مثلا لكل صفة وراثية في عنا اشي اسمه الليل هون، وفي اشي اسمه الليل ثاني، هذول مع بعض تمام بيعملوا لي الجين، بيعملوا لي الجين المسؤول عن التعبير عن مثلا وجود صفة او عدمها. تمام، لما نحكي autosomal dominant نفرض انه جين المرض لانه سائد مثلا دي كابيتال، فوجود دي كابيتال وحدة فقط تخليني اعرف انه المريض مصاب، هذا معنى autosomal dominant. يعني وجود جين واحد او الليل واحد من الليلات المرض تجعل الانسان يكون مصاب. النمط الوراثي الثاني الاوتوسومال ريسيسيف، اوكي اللي هو يعني يكون جين المرض متنحي، يعني لازم على سبيل المثال نفرض انه جين المرض هو A ماينس لانه متنحي، لازم الانسان يكون عنده A ماينس A ماينس مجتمعات في نفس الكروموسوم تمام عشان يظهر عنده المرض. تمام، الان اكس لينكد انه جين المرض هون مرتبط على الكروموسوم الجنسي اكس، يعني أو جين المرض محمول على الكروموسوم الجنسي X. يعني أنا الآن عندي الكروموسوم الجنسي X، أوكي يعني جين المرض موجود على هذا الكروموسوم مش على الكروموسومات الجسمية. طيب هاي المعلومة شو بدي أستفيد منها؟ بدي نراجع ونتذكر إنه الذكور في البشر، إنه الذكور عند في الإنسان طرازهم الكروموسوم الجنسي XY، وفي الإناث XX. طيب لو فرضنا إنه جين المرض كان والله مثلاً بي سمول، تمام بي سمول تمام، الان الذكر عشان نعتبره مصاب بكفيه بي سمول واحد، هذا الذكر بعتبره ايش مصاب. الانثى لازم يكون عندها بي سمول بي سمول عشان تعتبر مصابه، وهذا الاشي يعني اقل شيوعا واحتماليه اجتماعهم اقل، وبالتالي نسبه الاناث المصابات في الامراض الاكس لينكت بدها تكون شو اقل. يعني هيك مراجعه سريعه لهي المصطلحات. طيب الان نحكي عن الكلينيكال فيتشرز، يعني انا شو ممكن اشوف لما يجيني المريض في عيادتي. طيب بسم الله، بيحكي لي اولا زي ما احنا حكينا الاكتوديرمال ديسبليزيا تقريبا 200 ديفرنت سب تايبس، احنا اللي بدنا نركز عليه لانه البيست نون واكثر واحد معروف اللي هو هايبوهايدروتيك اكتوديرمال ديسبليزيا. نحلل الاسم مره ثانيه، هايبو معناها انخفاض، هايدرومي اوكي، اكتوديرمال ديسبليزيا حللناها وحكيناها فوق، فباختصار انخفاض
يعني في كمية السوائل اللي ممكن يعني يفرزها الجسم في أماكن محددة، زي مثلا غدد عرقية أو غدد لعابية أو إلى آخره، تمام؟ فهايبوهايدرتيك إكتوديرمال ديسبليزيا. طيب في أغلب الأحيان، هسا نحكي عن الجينيتك باترن، نمط الوراثة، أوكي، أغلب الأحيان وراثة هذا المرض إكس لينكد إنهيرتنس، تمام؟ يعني جين المرض محمول على الكروموسوم الجنسي إكس، ولكن أيضا نوجد حالات أخرى فيها أوتوسومال ريسيسيف وحالات أخرى أوتوسومال دومينانت. طيب ممتاز. طيب فنحكي، طيب الآن نكمل في الكلينيكال فيتشرز. بيحكي لي ممكن المريض يجيني وأهله بيشكوا إنه عنده هيت انتوليرانس، طيب، وهذا الإشي أصلا بنلاقيه كمان عند الصغار بشكل أشيع. طيب شو سببه؟ because of reduced number of sweat glands، الغدد العرقية بكون عددها أقل، وزي ما إحنا عارفين بشكل عام الجسم إذا برد وما يعني وجد في جو دافئ بصير الواحد يرجف عشان يعمل طاقة حرارية فيدفى، وإذا ارتفعت درجة حرارة الجسم بيصير يفرز الغدد العرق، بيصير يفرز العرق من الغدد العرقية عشان يبرد على الجسم. طب ماذا لو كانت السويت جلاندز ريديوست ان نمبر؟ أكيد رح تكون كمية العرق أقل، وبالتالي رح يواجه المرض هيت انتوليرانس، تمام؟ طيب sometimes diagnosis is made during infancy، أحيانا تشخيص بنعمله خلال فترة الرضاعة تعيته، يعني هو في عمر الرضاعة. لماذا؟ because of a fever of underdetermined origin، يعني عنده حرارة ولما بحثوا فحصوله وكذا ما لقوا لها مصدر، تمام، ما في اشي جوا جسمه حفز ارتفاع الحرارة، وبالتالي منبلش نشك انه والله عنده hypohydrotic ectodermal dysplasia. طيب the infant، جسم الرضيع هذا can't regulate body temperature، تمام، مش قادر يعني يتحكم في درجة الحرارة. في حالات غير شائعة death results from markedly elevated body temperature، ممكن يموت هذا الطفل بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. طيب ممتاز. فيها يعني هذا متى؟ لما الكونديشن is not identified، يعني مثلا ما يعملوا identification صح، ما عرفوا والله انه السبب هو reduced in sweat glands number وبالتالي صار عنده heat intolerance. طيب ايش في ممكن اعراض اشوفها على المريض تاعي اذا اجاني على العيادة؟ نطلع على الصور. زي ما احنا شايفين انه هذول المرضى عندهم شعر ناعم ومتناثر، طيب ممتاز، في منطقة الايبرو والايلاش اللي هم الرموش والحواجب. غير هيك لو رحنا عند العين شوي وكبرناها اللي هي المنطقة اللي بسموها بيري اوكيولار، تمام، يعني بيري معناها حول، اوكيولار معناها عين، رح نلاقي انه فيها هايبر بيجمنتيشن، يعني ازدياد في التصبغات وشوية رينكلينجز اللي هي التجعودات. طيب نروح على صورة هذا الطفل. هذا الطفل زي ما احنا شايفين كأنه وجهه منبعج الى الداخل من منطقة المنتصف، فمنسميه هذا ميد فيس ديسبلازيا، واللبس هون طالع على برا، وايضا عنده ايش؟ لبس بروتيوبرنس، تمام. طيب فبيحكي لي هون other signs of this disorder include fine ناعم spares متناثر hair including eyebrow and eyelash hair. The periocular skin، الجلد حول العين، may show fine wrinkling، تجعودات خفيفة مع hyperpigmentation، يعني ازدياد تصبغ الجلد وغمقاق اللون حول العين. Mid face hypoplasia، عفوا انا اظن اني هون حكيت ان شاء الله اكون حكي hypoplasia، mid face hypoplasia يعني انه الوجه زي كأنه من النص أصغر وداخل لجوة، وبالتالي كنتيجة لذلك resulting in protuberant lips، تمام، إنه اللبس بدها تكون إيش؟ ناتئة أو بارزة إلى الخارج. طيب السليفري جلاندز، الغدد اللعابية، may be hypoplastic، يعني عددها أقل من الطبيعي، or absent، يعني مش موجود بالأصل، with varying degrees of xerostomia. طيب هذا أكيد يعني رح يعمل، يعني مثلا أنا عندي مريض في فمه الغدد اللعابية عددها أقل من الطبيعي، وبالتالي لعاب أقل من الطبيعي، وبالتالي جفاف فم. طب فما بالكم مريض عنده انعدام في الغدد اللعابية، رح يكون عنده زيروستوميا أكثر. فالموضوع بفرق من مريض لثاني، بس يعني بشكل عام بيعانوا أيضا من الزيروستوميا اللي هو جفاف الفم. نيلز الأظافر may also be dystrophic and brittle، بتكون هشة، تمام. teeth are usually markedly reduced in number. طيب الأسنان في أغلب الأحيان بتكون أقل عدداً من الطبيعي، يعني ما بيكون عنده لا أسنان دائمة بعدها الطبيعي ولا أسنان لبنية. فيما يسمى علمياً بالهايبودونتشيا أو الأوليغودونتشيا، فهم عبارة عن مصطلحان بيعبروا عن reducing in teeth number، تمام؟ طيب نطلع على الصورة هاي. أيضاً هاي الصورة بتعطيني أعراض أخرى، فزي ما إحنا شايفين هذا السن الأمامي شكله tapered and conical shape، يعني مخروط الشكل وفيه عنده إيش؟ زي كأنه مدبب. ولو نروح شوي على الأسنان الخلفية هون مثلاً بنلاحظ إنه والله الدايمتر تاع المولرز هاي أو أوكي أو الأسنان هاي يعني إيش؟ أقل، يعني أصغر من الطبيعي. وأيضاً بنلاحظ إنه كثير في عنده مناطق فاضية ما فيها أسنان، أوكي، in the upper and lower jaw، وبالتالي هذا اللي إحنا كنا نحكي فيه هون اللي هو hypodontia أو oligodontia، تمام؟ طيب فبوصف لي الشكل، بيحكي لي incisors الأسنان القواطع هاي
incisors crowns. اوكي يعني اللي هي منطقه الكراون اللي هي منطقه التاج في السن غالبا بتكون تابرد كونيكال or pointed فيعني مخروطية الشكل مدببة. طيب ممتاز. And molar crowns are reduced in diameter. منطقة التاج في المولرز تمام بيكون نصف القطر تاعها أصغر أحيانا قليلة. سجلوا إشي اسمه anodontia. An معناها without, odontia معناها أسنان فيعني بدون أسنان. Has also been uncommonly reported يعني سجلت حالات لفم ما في أسنان لكن هذا الإشي غير شائع لكن سجلت حالات. طيب بيحكي لي هون هالسعيات بدنا نحكي عن كيس dental abnormalities مشاكل تمام في الأسنان in a 5-year-old Swedish girl. أوكي لبنت عمرها 5 سنوات who suffered from various symptoms عوامل متعددة of autosomal dominant hypohidrotic ectodermal dysplasia. اللي بدنا نلاحظه هون أولا إنه والله إجتني طفلة عمرها 5 سنوات طيب وبتعاني من فقدان في عدد الأسنان ولقينا إنه عندها أعراض أخرى. نمط الوراثة زي ما احنا شايفين هون autosomal dominant. احنا حكينا بالhypohidrotic ectodermal dysplasia ممكن يكون X-linked most of times بس ممكن يكون autosomal dominant زي هاي الحالة وايضا ممكن يكون autosomal recessive تمام. طيب نطلع على تم هاي الطفلة intraorally وradiographically. زي ما احنا شايفين intraorally the upper incisors have been restored. هذول الانسايزرز عملوا لهم restoration بcomposite material okay to disguise their original conical shape. اوكي عشان يعني باختصار يرجعوا على شكلهم الطبيعي يعني ويبطل شكلهم مخروط يعني عشان يرجعوا يؤدوا يعني وظائفهم على احسن شكل وجه. طيب بالنسبه للراديوغرافيك الراديوغراف ايميج او اللي مسمينها orthopantomogram orthopantomogram okay showing absence غياب of 10 primary and 11 permanent teeth in jaws of the same individual. فهي الصوره ببين عندي انه في عندها 10 اسنان دائمات مفقودات و11 عفوا عندها 10 اسنان لبنيات برايمري اللي هو السن اللبني اوكي 10 اسنان لبنيه مفقوده و11 سن بيرمننت مفقود. لما ناخذ عينه نشوفها تحت الميكروسكوب بنلاقي انه الجلد فياته غدد عرقية أقل من الطبيعي وفياته هور فوليكلز اللي هي بصيلة يعني برضو بصيلات شعر أقل من الطبيعي. So decreased number of sweat glands and hair follicles. فالسويت glands والهير follicles بيكون عددهم أقل من الطبيعي. الأدينكسل structures طيب that are present are hypoplastic and malformed. لما نحكي بشكل عام عن عضو معين زي السكن ونحكي أدينكسل structures اللي هي الأعضاء الملحقة فيه أو الأبندجز اللي هن بنقصد فيهن السويت جلاندز السيباشيس جلاندز اللي هي الغدد الزيتية الغدد العرقية وإلى آخره. هاي الأدينكسل structures أوكي بتكون hypoplastic and malformed مشوهة وعددها يعني أقل من الطبيعي تمام. طيب شو العلاج وكيف يعني مدى تحسن العلاج؟ طيب treatment and prognosis. اولا genetic counseling for the parents and the patient يعني باختصار نستشير اخصائي جينات. مشاكل في الاسنان يعني اللي احنا حكينا عنها سواء عنده anodontia او hypodontia او oligodontia الى اخره احسن اشي ان نعملها prosthetic replacement of the missing dentition. هيك بنكون خلصنا المرض الأول. نرجع نعيد عليه على السريع. احنا حكينا عن المرض هاد اللي اسمه ectodermal dysplasia. طيب ممتاز. اشياء نوع منه hypohidrotic ectodermal dysplasia في اغلب الاحيان X-linked. الاعراض اللي بنشوفها انه عنده اولا كطفل heat intolerance ممكن في احيان نادرة يموت اذا ما عملنا ايش اذا لما تكون الحالة is not identified. السبب انه بيكون عنده reduced لنمبر تاع sweat glands ما عنده عرق وغدد عرقية بما فيه الكفاية. لما نروح حول البريوكولر بنلاقي عنده hyperpigmentation و slightly wrinkling او fine wrinkling. لما نروح للويجي بنلاقي midface dysplasia والليبروتيوبرانس. لما نروح على عدد الأسنان بنلاقيها أقل من الطبيعي الشكل أقل من الطبيعي. بالنسبة للإنسايزرز كراونز رح يكون شكلها تابرد كونيكال إنشاب وبالنسبة للمولرز رح يكون أصغر في الدايميتر. وهاي حالة لبنت من السود ذات 5 سنوات عندها والله مثلا بس بحكي لي هون عمرها ريستوريشن بالكومبوزيت ماتيريال وبصورة الأشعة بين عندها 10 أسنان لبنية مفقودة و11 سن مفقود. فتحت المجهر حكينا بنشوف إنه الجلد فياته غدد اوكي غدد عرقيه وبصيلات شعر عددها اقل من الطبيعي. والادينكسل ستراكشر بشكل عام للجلد اللي هي الابندرز اللي هي يعني الملحقات الموجوده في الجلد زي الغدد العرقيه والغدد الزيتيه تكون مشوهه وعددها اقل من الطبيعي. التريتمنت والبروجنوسيس احسن شيء استشاره اخصائي جينات ونعالج له مشاكل الاسنان بالبروستاتيك ريبليسمنت.